بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى تسجنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مه مبارك در ابر آرمید بیا، امید آخر دلهای داغ دیده بیا. قسم به مهر رخت گشته تیرگی ما را آقا جان، بیا تو ای شب اندوه را سپیده بیا. یا ابن الحسن به طول غیبت و اشگ مدام و سوز دلم که جان شیعه ز هجران به لب رسیده بیا با بیا با. عزیز فاطمه جدد حسین در یم خون، تو را صدا زند از هنجر بریده بیا با یبن الحسن. احبه قربون این زمزمه ها یبن مادری که لبش از آتش زده تبخال، به شیرخواره که انگشت خود مکیده بیا بیا، به آن لبی که بر آن چوب می زدن به تش، یا ابن الحسن تلاوت قرآن سر حسین بنه، ببین که چگونه ز لبهاش خون چکیده بیا با. یه وقت پرده محمل و کنار زد، یه نگاه به سر بریده برادر بالا نیزند با با. صدا زد ای هلال یک شبه زینب دادا،
چه دیر طلوع کردی و زود غروب نمودی دادا، فکر همه مصیبت ها رو می کردم برا هر مصیبت و سختی، خودم رو آماده کرده بودم اما نمیدونستم یه روز سر بالا نیزه مقابل محملم به صدا بزنیم یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتغنو، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته
وألي ابن موسى حجة ومحمد ابن علي حجة وعلي ابن محمد حجة والحسن ابن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأنا ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رزيتمو والباطل ما أسخطتمو والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عن فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين يا أبا صالح